If you give me a day, believe me when I say that I can be the presence that you want. So tell me you got it right now, but you got it right now. Hi. قبل البدء أريد إخباركم بقراري للسنة الجديدة. بما أننا فانز كوناني وبداخلنا محققون بالفطرة، قررت اعتماد شيء جديد فلنسميها لعبة. في نهاية الفيديوهات أو بدايتها على حسب، سأضع رسالة مشفرة لواحد من المتابعين أو المتابعات، سيفهمها لوحده. طبعا من الممكن أن يحلها غيره، لا يمكننا أن نفعل شيء مع الأذكياء. المهم ليس تشفيرا بالمعنى الحرفي، إنما تلميح سيفهمه صاحبه فورا. سنبدأ اليوم على شرط ألا يكتب أحد حل الرسالة بالتعليقات رجاء. رسالة اليوم: You have a message received today. يصير غوشو بخطر. أنا أعلمتكم أروح لليابان بشبشبي وأخذ معي مجرمة الشباشب المعلومة، على الأقل نستفاد منها شيئا. قررت استكمال سلسلة الأسئلة والأجوبة، ولكن عندما بدأت قراءة أسئلتكم وجدت سؤال مثير لإحدى متابعات القناة اسمها رزان، تتساءل عن الكثير من الأمور التي تهمكم جميعا. كنت قد وعدت من قبل بالحديث عن إيتاكورا وبرنامجه، فرأيت أن هذه فرصة مناسبة، خاصة بعد الشكوك التي طرحتها بفيديو من هو الزعيم وهل هو نفسه النوكتا. بما أني مبرمجة، سأعطيكم رأيي التقني حول ما يمكن أن يكون عمل هذا البرنامج. أعرف أنني سأكون بخطر لأن فيرموت ستلاحقني أيضا، ولكن لعيونكم ماشي. المهم ألا ألتقي بباربون، فالمواجهة بيننا ستكون صعبة. تعلمون لماذا؟ إيتاكورا هو مبرمج ألعاب ومصمم جرافيك ومبرمج أنظمة، بمعنى كان مبرمجا قويا جدا. موهبته أثارت انتباه المنظمة السوداء التي كانت تصطاد المواهب. فشل في برمجة لعبة خاصة بالشوغي، فانتقل للعمل باستديوهات الأفلام. من بين المشاريع التي ترك العمل عليها أيضا كان نظام التشغيل، وهو المعروف عند الفانز العربي باسم برنامج إيتاكورا. بدقة أكثر هو نظام تشغيل، بمعنى سينصب على آلة ما ليجعلها تشتغل. ركزوا معي جيدا لأنني بصدد تمهيدكم للفكرة. تعرفون أن البرامج أنواع، منها برامج للاستعمال الشخصي ومنها برامج للاستعمال المهني. مثلا برامج الآلات التي تعمل بها المصانع، برامج المراقبات الأمنية، برامج التجسس إلى آخره. ولكن ما يهمنا هنا هو البرامج الطبية، يعني التي تعمل بها الآلات الطبية المتخصصة، وهي ما سنتكلم عنه اليوم. تعرفون أن إيتاكورا كان مريض بالقلب، كان قلبه بحالة سيئة، وكان يتناول الدواء 3 مرات باليوم. ذلك الدواء كان يتعبه، وكان من الخطير أن ينسى تناوله أو يسقط بعيدا عنه، خاصة إن مر بأزمة قلبية. فيرموت كانت تراقب إيتاكورا من بعيد بسرية، لأنها كانت تعمل معه بالأفلام كونها الممثلة شارون فينيارد، ومن هناك كانت تعرف كافة تحركاته. أرسلت تيكيلا للبحث بموضوعه وأرغمت إيتاكورا على إكمال البرنامج الذي تخلى عنه. السؤال المطروح والذي لا توجد له إجابة لحد الآن هو: ماذا كان عمل هذا البرنامج؟ يعني لأي شيء صنع؟ سأشارككم فكرتي حول الموضوع، يعني نظريتي الخاصة. أول نقطة مهمة هي كون إيتاكورا رفض رفضا قاطعا إتبان النظام، وقال أنه لا يريد العمل عليه من أجل الصالح الإنسانية لا يجب أن يكتمل. هناك شخص آخر قال جملة مختلفة ولكنها بنفس السياق، وهي هايبرا، قالت أنها لم تنوي صنع أي شيء يدمر العالم. ما هو هذا الشيء الذي يعارض الإنسانية، يدمر العالم ولا يجب أن يخلق من الأصل؟ أجبنا على هذا السؤال من خلال فيديو الزعيم الذي درسنا به احتمالات الممكنة لهوية الزعيم، وتحدثنا عن مشاريع المنظمة السوداء وعقاقيرها. الفيديو يحتاج لتركيز عالي جدا لأن به الكثير من النقاط الهامة. المهم الرابط بالوصف لمن فاته.
ثاني نقطة مهمة وهي تدخلات فيرموت التي كانت تشرف على الموضوع شخصيا، وانطباع إيتاكورا عن المرأة التي أجابته في الهاتف والتي كانت نفسها فيرموت هو ما أثار انتباهي كثيرا، وهو ما جعلني أتوصل لكل هذه الأمور. سنتكلم عن انطباعه عنها، ولكن قبل ذلك يجب أن نذكر ثالث نقطة وهي نشاط إيتاكورا المهني. هو اشتغل بتصميم الألعاب وبصناعة المؤثرات الخاصة بالأفلام، هكذا كانت مسيرته. ولكن هل المنظمة السوداء ستدمر البشرية بفيلم أو بلعبة؟ لا، أصلا هذا ليس نشاطها. آخر شيء تفكر به المنظمة السوداء الأمور الترفيهية. إذا ماذا يمكن أن يكون؟ هنا يمكننا أن ندخل مشكلة جادة كان يعاني منها إيتاكورا والتي بإمكانها وصل كل هذه الأفكار، وهي أزمته مع مرض القلب وضعف بصره ودوائه اليومي، كلها كانت تزعج إيتاكورا وكان يعاني منها. لذلك فأنا أقول أن البرنامج الذي كان يعمل عليه إيتاكورا كان برنامج طبي لمساعدة القلب الضعيف. فإذا وضعنا جملتي إيتاكورا وهايبرا بجانب بعضهما وأضفنا لهما كلام فيرموت واهتمامها بإحياء الأموات، ثم عقار أتسوشي المجنون، وأخيرا مرض إيتاكورا بالقلب وبرنامجه الغير مكتمل، فهذا سيكون لنا فكرة أن فيرموت كانت تريد تطوير البرنامج لاستخدامه لإنعاش القلب الميت وإعادة النبض له من جديد، وليس بالضرورة القلب، ربما لإنعاش الدماغ وإعادته للعمل وسائر الأعضاء. فحتى لو تم اختراع عقار الإحياء فسيعمل مثله مثل باقي الأدوية، يعني تأثير كيميائي، سيجدد الخلايا، ولكن سيحتاجون للإنعاش عن طريق الأجهزة الكهربائية كما يفعلون تماما عندما يتوقف القلب ويدخل المريض في سكتة قلبية، يصدمونه بشحنات كهربائية. قد تبدو لكم الفكرة غريبة وصعبة التخيل، لأننا ببساطة نتكلم عن موضوع مجنون غير قابل للتصديق، إحياء الأموات، وهو ليس من فكري بل هو من غوشو. لذلك حاولوا تفهم الموضوع فحسب، لأنكم لن تصدقوه في جميع الأحوال، يعني استيعابه صعب، وما يصعبه كون الأغلبية منا مسلمون وحتى الديانات السماوية الأخرى لا تؤمن بهذا. إذن فحسب توقعي برنامج إيتاكورا كان برنامجا للاستخدام الطبي، الهدف منه دعم الأعضاء الداخلية، ولكن فيرموت وجماعتها أرادت توصيله بالأعضاء الميتة وإعادتها للحياة. استغفر الله. بس سمعت من بعضكم أن برنامج إيتاكورا ربما كان للاختراق وسرقة البيانات، لذلك أشدد على أن نوع برنامج إيتاكورا كان نظام تشغيل السيستم سوفتوير، يعني سيشغل آلة من نوع ما، لذلك اختراق بيانات وما شابه هو احتمال غير موجود. الآلات الطبية المتخصصة مجهزة بأنظمة وبرامج تقوم بإدارتها، لهذا تهتم المنظمة السوداء بالمبرمجين. حللنا مشكلة البرنامج، الآن نعود لانطباع إيتاكورا النقطة الثانية، والذي كان تلميحا مهما فوته الكثير، وكذلك الكلام الذي قاله في المذكرات. تعرفون أن مذكراته وصلت لياد كونان، الجزء الهام منها كان حديثه عن فيرموت وكرر نفس الكلام عنها مرتين. قال أنه عندما اتصل برقم الهاتف أجابته امرأة تتكلم بنبرة وكأنها ملكة. لنسطر على هذه الجملة وكأنها ملكة، كتب هذا في 23 من شهر يناير. بعده بأيام وبالضبط في 10 من فبراير كتب أنه يتساءل عن ما يريدون فعله ببرنامجه. قال أنه لا يستطيع التوقف عن التفكير بكلام المرأة الغريب. طبعا نحن نعرف كلامها من الفيديو الماضي، ولكن لهذا الكلام تتمة، وتتمته أتت منفصلة بالفصل رقم 398 المجلد رقم 39 على لسان أغاسا الذي اكتشف هذا السطر بعد مغادرة كونان. هذا السطر هو الفارق في المسألة. قال: بعدما فقدت أعصابي بسبب تعاليها الشديد سألت من تكون بحق الجحيم، يعني خطابها الملكي استفزه فسألها من تعتقد نفسها من الأصل. طبعا هو لم يعرف هوية المرأة ولا نحن في ذلك الوقت، تبين ذلك لاحقا أنها نفسها فيرموت، لذلك أسميتها سلطانة الأنمي، لم يكن هباء. وقلت لكم قبل أن تقولوا اسمها ماذا عليكم أن تقولوا؟ صحيح. المهم أجابته بالإنجليزية،
سطروا على هذا أيضا نبرة ملكة، تعالي شديد ولغة إنجليزية، يعني تكلمت اليابانية، ولكنه عندما سألها من أنت أجابت بالإنجليزية: بإمكاننا أن نكون الإله والشيطان بما أننا نحاول إحياء الأموات عكس مجرى الزمن. التتمة التي وجدها أغاثا بعد ذلك هي السطر التالي: القطة التي كانت تصرخ بجانبها زادت من حدة صراخها بمجرد أن قالت ذلك الكلام. المرأة توترت بفعل الأصوات فقطعت الاتصال فورا. أوكي، هذا الكلام جد مثير. الشيء الذي يجب أن تعرفه هو أن القطط بمجرد أن تعيش لسنوات مع أصحاب البيت تبدأ بفهم اللغة، صدقوا أو لا تصدقوا. بإمكانهم حفظ أسمائكم بمجرد أن ينادي أحد ما عليكم، تستدير لك يعني قومي نادوك. يصبح التواصل معهم أسهل لأنهم يحفظون الكلمات التي تتكرر كثيرا، مثلا اسم القطة إذا ناديتها باسمها تأتي، إذا قلت لها تعالي تأتي، إذا قلت لها اذهبي تذهب. طبعا هذا يحصل بفعل السنوات الطويلة، يعني أن تعيش القطة معك أكثر من 5 سنوات. مربو القطط سيفهمون كلامي لأن القطط تتدرب كباقي الحيوانات. أقول هذا لأنني أعلم أن هناك البعض ممن خرجوا باستنتاج أن القطط التي صرخت لم تكن قططا فعلية، بل شخص مريض كان إلى جانبها وبدا صوته كمواء القطة. لا، هي فعلا قطة عاشت لمدة طويلة بالمكان الذي كانت به فيرمونت، وأصبحت تحفظ هذه الجملة وتستجيب لها بمجرد أن تسمعها. هذه أمور علمية، يعني ليست من خيالي. تم تصوير القطة وظهر شكلها الحقيقي مؤخرا بمجرد ظهور الزعيم كراس مارينيا رسميا بالحلقة رقم 941-942 في شارة بداية كونان الجديدة الأوبنن رقم 50 إلى جانب فيرمت وإيتاكورا. وبعدها مباشرة ظهرت ماري وهايبرا، ظهر الثلاثي المشبه بكونه رام تباعا بداية من كورودا مرورا بواكاسا وانتهاءا بواكيتا، هانيدا، أماندا، أساكا وتلميحات قضية هانيدا كوجي. لذلك أستطيع التأكيد لكم أن كل هؤلاء مرتبطون ارتباطا وثيقا برام وقضية هانيدا كوجي، كلهم سيكونون أبطالا مستقبليون، بمعنى لا توجد بينهم شخصية ثانوية واحدة. سأخبركم بكشف هوياتهم في آخر الفيديو. أصلا تعرفون هوية واكاسا وواكيتا من خلال نظريات رام الموجودة بالقناة؟ عودة للقطة، هي ليست أول مرة يستخدمها غوشو، فقد ظهرت قبله بشكل صريح جدا عدة مرات بأنمي ماجيك كايتو بنفس الشكل، رغم أن الاستوديو مختلف. لذلك من كان سيقول أن شكل القطة هو من كيس الاستوديو ولا يمكن الاعتماد عليه فلا، استوديو إنتاج كونان هو TMS، أما ماجيك فهو A1 Pictures. بماجيك أيضا ظهر الغراب وظهرت القطة السوداء كما ترون. ليس هذا فقط، بل ظهر هذا الرمز ثانية مع اللص الشبحي الأسود شانواغ. شانواغ يعني بالفرنسي القط الأسود. قد لا يبدو هذا مهما، ولكن إذا عرفتم حكاية القط الأسود ومعنى هذا الرمز سيصبح الأمر مثيرا جدا. عودة لكلام رازان التي سألت لماذا قفزت هايبارا لاستنتاج أن هذه الجملة هي من كتاب السحر، معقول أنها فكرت في والد كايتو لأنه كان يعلم فيرموت التنكر. يعني رازان تقصد أن والد كايتو هو صاحب الجملة الحقيقي وفيرموت سمعتها منه وبقيت ترددها. أوكي، ذكرت والد كايتو والسحر، ولكن كلام هايبارا هذا الذي تقصدينه إضافة لرد أغاسا عليه الذي قال أنه مولع بالقصص الأجنبية هو تلميح من غوشو مسبق، سنحتاجه لتتمة كلام إيتاكورا الذي قلت لكم أنه مهم، والمذكور بالفصل رقم 398 والحلقة رقم 329 عن القط الأسود وصراخه. فهو مخلوق سحري أسطورة في عدة مناطق أهمها بريطانيا وإيرلندا، وامتدت للمناطق المحيطة بهما. طبعا بمجرد أن نسمع كلمة بريطانيا علينا أن نفتح آذاننا، لأنها متورطة في قصة أنيمي كونان، والعديد من أبطالنا أصلهم من هناك.
يعني كلام هايبارا عن كتب السحر معناه أن القطط السوداء لها دلالة سحرية بمعنى أسطورية، والقصص الأجنبية التي قال أغاسا أنه مولع بها تلميح أن الأسطورة ليست من اليابان بل أجنبية، وهو نفس السبب الذي جعل فيرموت تتكلم بالإنجليزية بعد كلامها الياباني، كان تلميح أيضا على الإنجليز، خاصة وأن إيتاكورا استخدم لفظ ملكة. بعد البحث الذي قمت به وجدت أن هناك أسطورة إيرلندية وأخرى إنجليزية. الإيرلندية تقول أن هناك ساحرة ملعونة يمكنها التحول لشكل قطة سوداء 9 مرات. المهم في هذه الأسطورة هو جنس القطة، يعني قطة أنثى، لكن الأهم هو الأسطورة الإنجليزية الشهيرة جدا حتى أصبحت جزء من ثقافتهم، يعني قصة محلية يروونها لأولادهم. تقول الأسطورة: في يوم من الأيام كان رجل يمشي في الطريق عائدا لمنزله، حيث تنتظره زوجته وقطه العجوز الذي يدعى توم، فالتقى ب9 قطط سوداء يحملون نعشا ملكيا أسودا عليه تاج، يعني تابوت ميت. فصرخ واحد منهم على الرجل وقال: أخبر العجوز توم أن الملك العجوز تيم قد مات. فأكمل الرجل طريقه للبيت وقال لقطه رسالة القطط له. بمجرد أن سمع العجوز توم هذا الكلام قال منذهلا: ماذا؟ العجوز تيم مات، إذن هذا يعني أنني أصبحت ملك القطط السوداء. فقفز العجوز توم من المدخنة واختفى ولم يعد بعدها مجددا للبيت، بمعنى ذهب العجوز توم القط الأسود ليصبح ملك القطط السوداء بعد وفاة الملك العجوز تيم. بصراحة بمجرد أن وجدت هذا صدمت بشدة، يعني كنت أعرف أن القط الأسود مع فيرموت لم يوضع هكذا دون سبب، خاصة أنني لم أرتح لتفسير أغاسا الغبي الذي قال أن فيرموت تكره القطط، ورد كونان ربما لديها حساسية قطط. تعرفون غوشو عندما يضحك علينا بالتفسيرات الغبية لكي يموه الأمور، سبق وفعل هذا أيضا مع يوكيكو تكلمنا عنه في فيديو كايتو. إيش دخل حساسية القطط بصراخ القطة؟ بدأت القطط تصرخ بصوت عالي بعد سماع كلام فيرموت، ولكنها توترت لأنها تكره القطط فقطعت الاتصال. أتمنى فعلا من أغاسا أن يقوم بشيئين: يتوقف عن ألغازه الغبية التي يقولها للصغار، ويروح يدرس إنجليزي ويتوقف عن التفسيرات مثل هذه. المهم أصدقائي، شكوكي حول رام وعلاقة القرابة بينه وبين كاراسوما وفيرموت أصبحت بالفعل واردة، واحتمالها ارتفع أكثر مما كنت أتوقع. سيفاجئكم أكثر إن عرفتم أن ويليام شكسبير الإنجليزي الأصل في روايته لروميو وجولييت قام بالإشارة لأحد أبطاله المسمى تيبالت بلقب أمير القطط السوداء. وتعرفون أن الأمير يصبح ملكا بعد موت الملك الحقيقي، ليس هذا المفاجئ. ما يدهش كون أن واحدا من كتاب العصر الحديث أعاد كتابة قصته بأسلوب القصص المصورة، وانظروا لغلاف كتابه. صورة البطل تيبالت أمير القطط، ستلاحظون فورا أنه فاقد لإحدى عينيه، وله عين صناعية باللون الأزرق تماما مثل مواصفات رام الذي فقد إحدى عينيه. المثير أن أمير القطط قام بإفقاد أحد أعدائه عينه كما ترون في الصورة. لا أدري كيف فقد عينه هو أيضا، ولكن أعتقد أن عدوه رد عليه الضربة. لم أعد أعتقد أن هذا صدفة على الإطلاق. الأمير الذي تحول لملك بعد موت والده الملك العجوز وهو فاقد لعينه يضع بدلا منها عينا صناعية. لذلك صرت أؤمن أكثر أن واكيتا لم يفقد عينه، وإنما هي بالفعل مريضة وسينزع الضماد قريبا، لذلك لا يتردد دائما قائلا: هل تريدون رؤية عيني؟ على عكس واكاسا وكرودا. أما واكاسا رومي فقد فقدتها في اشتباكها مع كرودا هيوي الذي قامت بضرب عينه أيضا، وهذا هو سر العداء بينها وبينه، وذلك الكلام الغريب الذي دار بينهما. ولكن الأكيد أن شكل واكاسا رومي تغير فلم يعرفها كرودا، ونعلم أصلا أن لون شعر كرودا وملامحه تغيروا بسبب الحادث، لذلك بقي ذلك الصدام والشك بينهما محاولين التأكد من هوية بعضهما، وبالتالي الثلاثي المشبه به سيكونون مرتبين حسب هذا الكلام هكذا: واكاسا رومي هي رام،
وكيتا كانينوري تابعها كوانترو كورودا هيوي والد أكاي الذي كان خبيرا في حركة ضرب العين. نحن نعلم أن ماري وشويتشي تعلمها منه، ونعلم أنه كان متواجدا بقضية هانيدا. سبق وقلت لكم أن واكاسا إن كانت رام فهي من قتلت كوجي، فاشتبك معها كورودا في محاولة منه للقبض عليها، ولكنه فقد عينه ودخل في غيبوبة. لماذا قلت أنه والد أكاي؟ هذا بسبب كون الأنمي يهتم بعائلة أكاي أكثر مؤخرا، لذلك لا بد أن والده قريب منا بالفعل. من غير المعقول أن يتم تقديم شخصية جديدة لنا كليا في هذا الظرف والثلاثي المشبه به أصلا موجود. نجمع الكلام هذا بخلاصة، تعلمون أني قلت لكم في فيديو الزعيم أن كاراسو مارينيا هو الزعيم الحقيقي للمنظمة السوداء والذي مات، ملك القطط السوداء. ترك خليفة له وهو رام الذي أقول أنه كاسارومي الأم الغراب صاحبة أغنية الأطفال السبعة. وبما أني أشك أن فيرموت هي ابنة الزعيم والتي شبهها إيتاكورا بالملكة، ولأن القط الأسود كان معها، فهذا يعني أنها ملكة القطط العجوز القادمة، وبذلك تكون واكاسارومي إما أختها أو زوجة لكاراسوما، يعني قد تكون أمها أو زوجة والدها. وطبعا الجميع عجائز، يعني الجميع يبدون بمظهر ليس مظهرهم الحقيقي. إذن فالقط الأسود هو تلميح على أن عائلة كاراسوما لهم ورثة وهم من يديرون الإمبراطورية حاليا، وأن الملك العجوز كاراسوما هو بالفعل موجود بتابوته الأسود الملكي ينتظر عقار الإحياء ليستيقظ من جديد. أعلم أن الأمور اشتبكت بزيادة في نظرياتي، ولكن الكثير منكم فهموا كل شيء بشكل جيد. سأكمل تحليل أسئلتك المتبقية لاحقا مع أسئلة الفانز الأخرى يا رزان، ولكن قبل ذلك انتظروا فيديو جلد أمورو قريبا بإذن الله. باي باي.